سمعنا وبنسمع كتير كل يوم عن الروبوتس والذكاء الاصطناعي، ولكن هل كنت تتخيل ان الروبوت نفتح يوصل طلبات للمنازل؟ تبقى ماشي عادي جدا كده في الشارع ورايح مشوار مروح مثلا ولا حاجه، وفجاه كده تلاقي روبوت معدي. رايح فين؟ رايح اوصل طلبات. لو من 5 سنين او 10 سنين فاتوا كان حد قال لي ان الروبوتس هتوصل طلبات للمنازل، روبوتس زي دي كده على عجل تاخد الطلبات من السوبر ماركت توديها لحد باب البيت، ما كنتش اصدق. دلوقتي في 2023 في انجلترا ده بيحصل، روبوتس بتوصل طلبات للمنازل. واحد من السوبر ماركتس الكبيره اللي موجوده في انجلترا هو كوبرتيف، قرر ان هو يشغل عنده عماله، بس العماله دي تبقى روبوت. زي ما انتم شايفين كده هم واقفين بره السوبر ماركت، اول ما بيجي اوردر بياخدوه هم في السوبر ماركت جوه، وبدل ما يشغلوا حد مثلا هيومن على موتوسيكل او عجله او عربيه او ايا كان، فقرروا ان هم ينقلوا الحاجات بتاعتهم عن طريق الروبوتس. الروبوتس ده مجهز ان هو ياخد حجم معين ووزن معين من البضاعه وياخدها يوديها اي مكان في الاريا دي. هو طبعا غالبا مش هيروح اماكن بعيد، ولكن بقى عندهم ديليفري روبوت. عاملين طبعا اعلانات عن الموضوع ده في كل حته عشان الناس تقدر تعرف اكتر عن الموضوع وتبدا ان هي تستخدم السيرفيس دي. ناس كتير جدا طبعا هتبقى بالنسبه لها يعني ايه استخدم روبوت يجيب لي الاكل البيت؟ طب ده ممكن يتوه في الطريق، طب ممكن مش عارف ايه. لا، هم بيحاولوا يوروا الناس ان الموضوع سهل وبسيط، ان انت في دقائق بسيطه تقدر ان انت يجي لك الاوردر لحد البيت. تقدر كمان تنزل الابلكيشن بتاع الروبوت من هنا، تعمل سكان للباركود ده. احنا هنطلب اوردر كده راندم، اي حاجه نشوف، بس نجرب من خلالها الموضوع ده. في عندهم كل حاجه، كل الحاجات اللي في السوبر ماركت كلها موجوده هنا، كأنك بتطلب عادي من السوبر ماركت. نطلب لبن، نطلب سلطه، نطلب يستفندي. التوتال كله بالدليفري 6 جنيه من 15 ل 25 دقيقه. طيب كده احنا خلاص هندوس بقى اوردر ناو. اوكي كده بيقول لك الاوردر خلاص خدوه، واحنا مش بعيد قوي عن المحل، يعني احنا قريبين من 15 ل 25 دقيقه. خلينا نتابع. انا اصلا جاي اطلب الاوردر هنا من عند صديقي مصطفى، عنده محل قريب من بيته، فقلنا نعمل التجربه دي جنب بيته وبرضه ناخد رايه في الموضوع ده من هو جرب الموضوع قبل كده. مصطفى باشا، ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه رايك في الروبوتس والدنيا الجميله دي؟ الفكره هنا جميله قوي، انت تقدر تعمل تراك للابلكيشن، وتقدر انك يجي لك لغايه المكان هنا، وهم دايما يراجعوا كمان طب الاشخاص اللي عندهم اعاقه يقدروا ان هم يتعاملوا مع الروبوت ده ولا لا، وبيتحرك بالراحه والسيفتي عاليه جدا، عمره ما يقدر يدوس على رجل حد، وبيتحرك بالراحه ويستنى يعدي الشارع، وفي سنسورز في كل حته وفي كاميرات في كل حته. اللي هياخد الاوردر جاي هناك اهو، المفروض ان هو جاي على السوبر ماركت عشان ياخد الاوردر. بصوا ماشي ازاي، هو بيحاول يتاكد ان كل حاجه تمام قبل ما يتحرك. بصوا بقى هيجي يخش يمين هنا على السوبر ماركت. دلوقتي كده واحده طلعت اهي من السوبر ماركت عشان تحط الطلبات في الروبوت. فكرة بقى ان المفروض ان هو هيعدي الطريق عشان يروح الشارع ده، فهيعدي ازاي بقى هنشوف دلوقتي. هو منتظر تماما لما الدنيا تفضى عشان يقدر يعدي. سؤال بقى، العربيات هتتصرف معاه ازاي؟ ده هو مش هيعدي من اي حته، هيعدي من الحته اللي بيعدي منها الاشخاص العاديين. بص هو رايح يعدي من المكان اللي بتعدي منه الناس. طبعا اي حركه جنبيه هو بيقف تماما ما بيتحركش، سواء عربيات سواء الناس بتعدي هو بيقف. ايه ده، واحد تاني هو طالع اوردر برضو. بص بص بقى التاني هيعدي ازاي الشارع. دلوقتي الدنيا فاضيه تماما، اعتقد ان هو ممكن يعدي دلوقتي بالظبط، وها هو يفعلها، بيعدي الشارع. وقف شويه، هو المفروض اصلا اي بني ادم يعدي من الحته دي العربيات تقف، فالعربيات طبعا لسه مش فاهمه ان في روبوت ممكن يعدي من المكان ده. دلوقتي هو بيعدي زي الفل، عدى بنجاح الشارع. شوف بقى يكمل طريقه ازاي. هو لما يبقاش في حاجه حواليه بيمشي بسرعه، يعني بسرعه كويسه. بصوا سرعته حلوه، لما مثلا حس بيا وقف، يعني حس بيا مثلا جنبه وقف، هيكمل تاني عادي. هو بيهدي تماما نواحي العربيات، نواحي اي حاجه بيهدي سرعته تماما عشان ياخد القرار الصح.
المفروض ينزل من على الرصيف ده يكمل ويطلع على طول كده في الشارع ده. المفروض هو كده داخل علينا، انا دلوقتي مستنيه اهو، هو داخل علينا اهو كده. المفروض ان هو خلاص داخل علينا. هو بيقول لك لازم تاخد التليفون معاك، هو الروبوت هيعرف ان انت ده بالتليفون بتاعك كده. المفروض جالي على الموبايل ان الروبوت خلاص ارايفد، فانا هقول له ان انا قريب من الروبوت دلوقتي، اعمل له انلوك. اوكي دلوقتي فتح اهو، نفتح. واخدين بالكم دخلت المزيكا مع ال... طيب شكرا 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 شكرا، ونقفله كده. احنا خلاص خلصنا. شكرا 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 روبوت، مع السلامه. بعد ما بتخلص بيقول لك اهو تعمل سند روبوت اوي، يعني رجعه تاني. تمام كده هو هيبدا ان هو يظبط حاله ويظبط دنيته ويمشي. اتفضل اتفضل يا روبوت. كده هو ماشي، مع السلامه. تخيل انت ماشي في الشارع كده وفي جنبيك روبوت ماشي، رايح فين الروبوت ده؟ رايح يوصل اوردر مع نفسه. هو زي ما انت شفت كده الروبوت يعني مش كبير قوي، الروبوت مربع او مستطيل بس بحجم مش وحش. الفكره بقى ان انت مش هينفع تطلب منه اوردر كبير، صح. يعني هو في الغالب صح. اخرك شوية يعني الحاجات شويه الحاجات دي او ممكن زيهم مثلا كمان، فاهم؟ فهو الطلبات الصغيره مش الطلبات الكبيره قوي، بس هو جامد. هو يعني جوه البوكس ده هنا في يوسفي، في سلطه، وفي لبن، ولبن و... ويوسف. حلو كده، مبروك حلو. عليك حلو. ايه ده كسبت جائزه الروبوت، الف مبروك. وبس كده زي ما انتم شفتوا تجربه الروبوت في انجلترا من التجارب الغريبه العجيبه، تخلي الواحد احيانا يفكر احنا رايحين على فين. يعني بجد احنا رايحين على فين؟ احنا دلوقتي في 2023 وتوصيل الطلبات هيبقى عن طريق الروبوت، خلاص مش هيبقى فيه موتوسيكلات، مش هيبقى فيه عجل، مش هيبقى فيه الكلام ده كله. والمطلوب مننا احنا كبشر دلوقتي ان احنا كمان نتعامل مع ده انه عادي، ونتقبله ونتعايش معاه عادي جدا. دلوقتي اصلا لما الروبوت ده بيمشي في الشارع ناس كتير جدا بتبص له مستغرب، هو ايه ده، هو بيعمل ايه، هو ايه اللي بيعدي الشارع ده، شكله كيوت، شكله لعبه، شكله مش عارف ايه. ولكن هو ده موظف دلوقتي. مستقبلا الروبوتس هتاخد طبعا وظايف تانية كتير، بس انا اعتقد يعني مهما عملوا ممكن الموضوع يبقى بنفس كفاءه البني ادم، الله اعلم. ولكن الموضوع ممكن ياخد وقت، ياخد وقت عشان احنا نتعود عليه، ياخد وقت عشان الروبوت ده يتطور ويبقى حاجه يعني تعادل او تبقى زي البني ادم. قولوا لي رايكم في الكومنتس، ايه رايكم في الاي اي وفي الروبوتس وفي العالم ده كله اللي احنا حاليا بدانا ان احنا نتعايش معاه. بس كانت تجربه جميله ومختلفه، احب طبعا اشوف الروبوتس دي موجوده عندنا في الوطن العربي، تبقى حاجه لطيفه. بس كده اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.